دلوقتي مثلا معانا في المساله دي فكره جديده، بيقول لي اذا كان معاك الواي بتساوي 6 باور اي باور 4 اكس باور 2. يعني هي دلوقتي معايا 6 الباور بتاعها عباره عن اي، الباور بتاع الاي عباره عن 4 اكس سكوير. فانا هعمل ايه؟ اول حاجه اقول له ليت اذا انا معايا الواي اصلا افرضها انها بتساوي مثلا لين. بمعنى معنى الكلام ده ايه؟ معنى ان انا هاخد مثلا لين من الطرفين، يعني هيبقى معايا لين للواي بتساوي لين للستة باور الاي باور الفور اكس باور 2. انا في الايام الثانوي كان عندي حاجه بتقول لي ايه؟ لو انت كان مثلا معاك لين الاكس باور 2 ده ينفع اخليها ايه؟ ينفع انها تبقى 2 لين اكس. تمام، معنى الكلام ده ان انا بالنسبه لي دلوقتي معايا لين الواي بتساوي الاي باور 4 اكس سكوير للين ال6. تمام، طبعا انا اكيد دلوقتي لو عملت ان لين ال6 دي في الكالكوليتر يطلع معايا فلوس، فبالنسبه لي كانها مش موجود، يعني بالنسبه لي كانه رقم مش هستخدمه في التفاضل. دلوقتي هبدا احل على طول، بمعنى انا دلوقتي اتلين لاي حاجه مثلا للين مثلا الاكس سكوير مثلا. التفاضل بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن التفاضل بتاع الداله دي اللي هو 2 اكس على الداله نفسها اللي هو الاكس سكوير. طبعا الكلام ده بيساوي 2 على الاكس. تمام جدا، نيجي دلوقتي المساله بتاعتنا. لان الواي التفاضل بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن ان الواي داش او الواي بتاعت التفاضل على الواي بتساوي هنا دلوقتي خلاص لان ال6 دي كونستنت، فبالنسبه لي كده خلاص دي موجوده كده ما بين قوسين. تمام، حاجه فاضل الاي. الاي دلوقتي انا كان عندي في الثانوي مثلا اي اي حاجه مثلا ولنفرض اي اكس سكوير، كنت بحضرها ازاي؟ كنت بنزل الايكويشن دي كلها او الطرف ده كله كده زي ما هو اللي هو الاي باور اكس سكوير. تمام، في التفاضل بتاع الاس اللي هو 2 اكس. تمام، فانا دلوقتي بقى هعمل ايه؟ معايا دلوقتي لين السته هضربها في الايكويشن نفسها اللي هي الاي باور 4 اكس سكوير. الكلام ده مضروب في التفاضل بتاعت الداله اللي هي 8 اكس. تمام، دلوقتي انا هخلي ان الواي داش دي في طرف لوحديها، يبقى معايا لين السته في ال 8 اكس في الاي باور 4 اكس سكوير. الكلام ده طبعا ده كله كده مضروب في الواي. انا لو سبت الايكويشن كده لازم اعوض عن قيمه الواي دي في الايكويشن بتاعتي الاساسيه، بمعنى يعني الطرف ده هيبقى معايا كده ان الواي داش بتساوي ادي اهو كده معايا لين السته في ال 8 اكس في الاي باور 4 اكس سكوير. الكلام طبعا ده كله مضروب كده في الايكويشن دي. مثلا نكمل هنا في الستة باور الاي باور الفور اكس سكوير.